وصفتنا اليوم حق الناس اللي ملوا من صلصة الطماط حق الباستا. اليوم راح نسوي صلصة الفلفل الأحمر البارد. المقادير المطلوبة: حبة فلفل أحمر بارد، حبة بصل أصفر، شوية زبدة، جبن البكرينو، معجون طماط، كم حبة ثوم، كريم الطبخ. والمعكروني المطلوبة شيء يشيل الصلصة مثل هني أو فوسيلي. طبعا لا تنسون زيت الزيتون من القلاي وشوية ملح. أول شيء راح نبلش تجهيزه هو الفلفل الأحمر. ليش؟ لأنه راح نطبخه بالفرن بنص طبخة علشان نشيل القشرة مالته. وعلى فكرة مو لازم تشيلون القشرة، بالنسبة لي الطعم راح يفرق وايد بين مع القشور وبدون القشور. بالنسبة لي عندي الفلفل وايد ألذ بدون قشورة. إذا أنتوا حابين تخلون القشر قصوا بشكل عادي صغار أو على شكل عواد من غير ما تحطونه بالفرن. مهم أيضا أن احنا نشيل الجزء الأبيض هذا لأنه راح يخرب علينا طعم الفلفل قبل لا ندخل الفرن أو نقلي الفلفل الأحمر مثل ما أنا قاعد أشيل الحين. لا تنسون أن تخلون قطع كبار شوي مثل ما أنا مخليهم الحين علشان يسهل علينا نشيل القشرة بيدنا. إذا كانت القطعة وايد صغيرة راح تأذى بشيلة القشرة، خلهم كبار قبل لا يدشون الفرن. بعد ما نخلص التقطيع نجهز الفرن على درجة حرارة 200. بعدها نجيب صينية الفرن ونعطيها رشة زيت زيتون وناخذ الفلفل البارد ونوزعه بالصينية بالتساوي ونقلبه بالدهن. وإلى الفرن لمدة نص ساعة تقريبا. راح نقلبهم ونحركهم بعد ربع ساعة. على ما تخلص أول ربع ساعة راح نقص حبة البصل، راح نقصها بشكل مكعبات، المهم تكون بالتساوي علشان تطبخون بالتساوي. وعلى فكرة مو مهم يكون القص بشكل حلو لأن في النهاية راح نضرب المكونات بالخلاط مع بعض ونسوي الصلصة. المهم أن يكونون بالتساوي علشان يطبخون عدل. بعد البصل راح ننتقل إلى الثوم. نفس الشيء، الثوم راح نقشره ونقصصه بشكل صغير. أهم شيء الجذر اللي بالنص نشيله إذا في. بعد نص ساعة من الطباخ والتحريك بعد ربع ساعة راح يكون شكل الفلفل معانا كذي. الحين أهم خطوة نترك الفلفل يبرد
علشان نقدر نشيل القشرة. أنا هني تركته تقريبا ربع ساعة على ما يبرد وبلشت أشيل القشرة بهذه الطريقة. طبعا إزالة القشور من الفلفل الأحمر البارد أو الفلفل الأخضر البارد عدة وكثيرة، في ناس يحطونه على الفحم، انتوا قولوا لي عن طريقتكم تحت بالكومنت. وكذي راح يكون الشكل النهائي للفلفل بدون نقشور. وكذي صرنا جاهزين نتجه الى الشولة على النار وسط، تسخن زيت الزيتون. اول ما يسخن الزيت ننزل البصل، نستمر بتحريك البصل لين يذبل معانا شوي. من يوصل كذي ننزل الفلفل الاحمر البارد، ونحرك. بعد دقيقتين او ثلاث دقائق طباخ يا دور الثوم. الحين ننزل الثوم. وحق الناس اللي يحبون الفلفل الحار مثل فلفل علوب او تشيلي فليكس، هذا الوقت اللي ننزل فيه الفلفل مع الثوم. حرك الثوم شوي لين تطلع ريحته، بعدها يجي دور معجون الطماط. هذه الكمية نقول تقريبا قفشتين كبار. نحرك معجون الطماط لين يمتص المكونات عدل ويصير معانا بهذا الشكل تقريبا. كذي صارت خلطتنا جاهزة حق الكريمة. نضيف الكريمة هني. انا ضفت تقريبا 250 ملي من كريمة الطبخ. نبتدي الحين نحرك الكريمة عدل، نتأكد ان المكونات كلها قاعد تشرب مع الكريمة. بعد 5 دقائق طباخ راح يصير شكل كريمة كذي. طفي النار ونتركها تبرد شوي. على ما تبرد الكريمة شوي نبلش تسخين ماي الباستا. لا تنسون تحطون ملح بالماي، مهم جدا إذا احنا نبي نضرب أو نخلط المكونات حارة نتركها تبرد شوية. ليش؟ لا سمح الله يصير شيء أو شيات وتنصب عليك ما تحرق نفسك. طبعا إذا في عندكم خلاطات اللي تتعامل مع المواد الحارة وتطلع الهواء الحار هذا شيء ثاني،
تقدر تخلط فيها. أما خلاطات العادية انتبهوا، بالذات إذا ما تتعامل مع حرارة عالية. بعد ما نخلص من نقل الصلصة إلى القوط الحافظ لنا، نبتدي نضربها. أنا هني استخدمت الآلة، نبتدي نذوب المكونات كلها، ما يبقى عندنا لا بصلة ولا فلفل ولا ثوم لين تصير سائل. وأول ما يسخن الماء عندنا ويبلش يغلي، نقدر الحين نطبخ الباستا. طبعا راح نطبخ الباستا الدنتي اللي هو بنص طبخة. لا تنسون تتبعون إرشادات قوط المعكرونية مالكم. أنا بالنسبة لي 10 دقائق. ننزل الباستا بالماء الحار ونبلش نحسب الوقت. 10 دقائق. بس تجهز الباستا، نفس المقلة اللي سوينا فيه الصلصة راح ننزل عليه الباستا. ليش؟ لأنه راح نخفف الصلصة بالماء، ماء الباستا طبعا. بعد ما نخلص من إضافة الباستا والكمية اللي محتاجينها، نضيف قفشة أو قفشتين بالكثير من الصلصة ونخلط. من تصير الصلصة عندنا سائلة شوي، نترك الباستا تطبخ فيها. وقبل التقديم بشوي نضيف زبدة. كذي طبعا صارت باستتنا جاهزة للتقديم. علينا وعليكم، بالعافية. إذا في أي سؤال أو استفسار تقدرون تتركونه تحت بالتعليقات. طبعا هذه الباستا تقدرون تاكلونها روحة كذي، لكن أنا بالنسبة لي تطلع وايد ألذ مع الجبن البكرينو تشيز، أحط أنا آخر شيء. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو مع أي أحد يحب الباستا. هذه الكمية راح تظل معاك صلصة حق 3 وجبات تقريبا. ممكن تخلونها بالثلاجة وتستخدمونها خلال الأسبوع بالكثير. مشكورين على المتابعة حتى النهاية. مع السلامة.